اسمع مني، ثلاثة شركات: جيف بيزوس سوى بلو اوشن، إيلون ماسك سبيس اكس، ريتشارد برانسون فيرجن جالاكتيك. ثلاثة شركات راحت الفضاء ثلاثة دقائق. ابدا. عمر حسين الانشكاحي، الجزمة الحمراء سر نجاحي، في ثلاثة دقائق اسبوعيا نم نم ملوخية شي خرافي. هذه ثلاثة شركات فكرتها انه تبغى تسوي سياحة فضائية، هيا بنا نتفسح في الفضاء. فيرجن جالاكتيك مثلا قالوا حناخد ناس نفسحهم في الفضاء، تذكرة رخيصة جدا، 250 ألف دولار. 650 شخص اشتروا التذاكر، وهذه الأسعار تعتبر أسعار مخفضة. شهر يوليو 2021، ريتشارد برانسون رجل كبير في السن، رجل أعمال، ذهب إلى الفضاء. بعده بعشرة أيام جيف بيزوس، جيف هو؟ برضو ذهبوا للفضاء. حدث جانبي لطيف من الناس اللي كان المفروض يروحوا في هذه الرحلة، واحد دفع 28 مليون في كذا شيء خيري وكسب جائزة تذكرة انه يروح الفضاء. لما جاء موعد الرحلة قال اوه عندي ارتباطات اخرى، خلاص يعني نشوف واحد يروح بدالي. قارن هذا مع اللي مشتري تذكرة حقت محمد عبده ب 300 ريال وزلنا في كل جروب واتساب مين يبي يشتري تذكرة، والله اشتريتها وللاسف لازم اذهب عندي ارتباط. إيلون ماسك وسبيس اكس برضو المفروض يروحوا في اخر سنة 2021. Splashdown for the history-making team on board Inspiration 4. On behalf of SpaceX, welcome home to planet Earth. لكن سوى شيء غريب جدا إيلون ماسك، إنه قال ما حروح معاكم. يعني كل واحد سافر مع شركته، سافر عشان يوريهم إنه شوفوا أنا واثق من طيران أنا. إيلون ماسك قال والله أنا مشغول برضو عندي ارتباطات، الرحلات اللي بعدها احتمال أجي معاكم. أنا حسيتها غريبة، لو أنا كنت في دي الرحلة حكنسل لو عرفت إنه صاحب الشركة مو جاي. أوكي. لو انك انت انسان طبيعي فكرت افكار طبيعيه، اكيد في مكان ما في مخك قلت والله يا اخي سرنا في المستقبل، ها 2021 سرنا الناس بتتمشى في الفضاء، نحن في المستقبل، من كان يتخيل هذا؟ لكن 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 هذه ما هي بدايه رحلات السياحه للفضاء. في الحقيقه اول رحله سياحيه للفضاء كانت قبل 20 سنه. تعرف فين كان رونالدو قبل 20 سنه؟ ما كان في مكان، كان ما في رونالدو. كان في واحد غني اسمه تيتو قال انا ابغى اروح الفضاء، كلم الروس قال السلام عليكم روسيا ابغى اجي معاكم الفضاء. ابغاك تستوعب قد ايش لازم تكون غني عشان يكون اسمك تيتو والناس تحترمك وياخذوك على محمل الجد. اهلا تيتو، والله نحن مشغولين ما حنقدر ناخذك معانا الفضاء. هذا الكلام في عام 1991، رونالدو كان دوبه داخل اولى ابتدائي احتمال. وتقول الرواية والقصة أنه في أواخر التسعينيات الروسيين كانوا مزنوقين في الفلوس، البرنامج الفضائي حقهم كان يعني مزنوق مالياً، فمين طلع لهم؟ تيتو. خلاص تعال تعال هات فلوس وتعال، هات فلوس وتعال. فتيتو دفع لهم 20 مليون دولار عشان ياخذوه للفضاء عام 2001. طلع الفضاء برحلة قيمتها 20 مليون دولار، جلس في الفضاء 8 أيام، وهذه كانت نظرياً أول رحلة سياحية للفضاء. الآن خلينا نذهب إلى المستقبل، عام 2004، يعني قبل 17 سنة تقريبا، رونالدو فين كان؟ دوبه بدأ في مانشستر. جيف بيزوس وإيلون ماسك قعدوا جلسة يتناقشوا عن الفضاء في 2004، وإيلون ماسك قاعد يقول يا أخي هذا الإنسان ما يفهم. جيف بيزوس كان عنده رؤية، قال نريد أن نذهب إلى الفضاء لنأخذ من موارد الفضاء اللامحدودة ونعطيها للإنسانية والاقتصاد الإنساني. Hell yes. إيلون ماسك كان عنده فكرة مختلفة، يبغى يروح يستعمر أو يبني مستوطنة في مارس عشان البشر ينتقلوا أو بعض من البشر ينتقلوا ويعيشوا في مارس. فكرة استيطان، تعرفوا الاستيطان ماشي سوقه. And having civilization and life as we know it extend beyond Earth to the rest of the solar system and ultimately to other star systems. بسبب هذه الفلسفتين أو الرؤيتين المختلفة كان في طريقتين عمل مختلفة. جيف بيزوس بدأ بفريق صغير مرونة عالية، نفس طريقة عمله مع أمازون لما بدأ إنه حنبدأ ونتعلم بنفسنا ونبني شوية 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 إلين ما نوصل للهدف اللي نبغاه. إيلون ماسك العكس، يبغى يبني بسرعة، مستعجل، نبغى نروح نستعمر، ما في وقت، هجومي جدا. وإذا ما كنت تعرف إيلون ماسك يحب الشو، يحب التراطيع، يحب الإعلام، يحب البهرجة الإعلامية. لما جاء 2017، يعني بعد 13 سنة من لقائهم اللي تناقشوا فيه واختلفوا في وجهات النظر،
ورونالدو خرج من مانشستر يونايتد وصار عنده كراسين يبيعها وعنده قضية تحرش وعنده فيلم وثائقي وكان في أفضل حالاته النجومية. رونالدو بريبارات بري است جوغ واجه. عدد موظفين شركة بلو أوشن اللي يملكها جيف بيزوس 1000 شخص فقط. عدد موظفين سبيس إكس اللي يملكها إيلون ماسك فيها 5000 شخص عشان تستوعب الفرق في النمو بين الشركتين. مو بس كده، إيلون ماسك شركته كانت متقدمة على شركة جيف بيزوس بمراحل، يعني بينهم سنوات صار من ناحية قد إيش وصلوا، يعني هذا بدأ يدق القمر كده يوصل الفضاء ولسه جيف بيزوس فريقه ما وصلوا للفضاء، ما يعني ما قدروا يطلقوا رحلة ناجحة للفضاء. سبيس إكس طبعا عندهم مشاريع حكومية مع ناسا وإلى آخره، فرق كبير في التطور والنمو. لأن الوقت ما يسمح لنا نتكلم في تفاصيل كثيرة، ما علينا، المهم جيف بيزوس غير استراتيجيته، إيلون ماسك غير استراتيجيته، والتنافس كان شغال، وريتشارد برانسون هذاك من بريطانيا رايق شغال. 2021 كل أحد راح الفضاء. حسيت اني صفلكت الموضوع لانه نبي نوصل لنقطه مهمه. على قول واحد وسيم جدا، مالك بالطويله، لو انك انت تعتقد هذا الفيديو هو عن رحله شركات الفضاء فانت ما انت مركز معايا. جيف بيزوس درس هندسه كهربائيه في جامعه برينستون، جامعه مرموقه جدا، واسس شركه، يعني بعد ما اشتغل فتره في وول ستريت بعدين اسس شركه وكبرها، ركز عليها، شركه واحده كبرها لما صار ملياردير، وبعدين بدا يشتغل على هذا المشروع الكبير. إيلون ماسك برضو درس في جامعات مرموقة بين كندا وأمريكا، ما درس هندسة، درس اقتصاد وحاجة تانية ناسي إيش هي، وباع حصته من شركة أسسها اللي هي باي بال، وده حط فلوسه كلها في ثلاث شركات، تسلا، سبيس إكس، وشركة ثالثة ناسي اسمها، ما علينا. يقول يدعي إنه بعدين اضطر يستلف فلوس عشان يدفع إيجار. هذه الأغنياء لما يبغوا يسووا نفسهم كذا مكافحين، أوه أنا ما كان عندي فلوس للإيجار، عندي 300 مليون دولار حطيتها في شركات واضطريت استلف عشان أسكن في الإيجار. الشاهد يعني مو الفكرة إنه نكذبه، الفكرة إنه كيف متهور حط فلوسه كلها في استثمارات جريئة. وريتشارد برانسون صايع ضايع، ما كمل تعليم، ما دخل اصلا، دخل وطلع على طول، سوى مجله، بعدين من المجله سوى شركه اغاني، شركه افلام، عنده استثمارات هنا وهناك، عنده اكثر من 15 مشروع فاشل. وازيدك من الشعر بيت، عنده صعوبه، عنده عسر في القراءه، ديسلكسي، يعني عنده تحديات ما له ذنب فيها، برضه وصل الفضاء. That's why failure is not existed. الشاهد غيرك دارس احسن منك او يمكن اقل منك، غيرك عنده علاقات، عنده قدرة مالية أحسن منك أو أقل منك، احتمال كبير ووارد ومنطقي إنه خلال 20 سنة 30 سنة حتوصلوا لنفس النتيجة. لحد يشتتك أو يضغطك لأنه نجح اليوم أو بكرة نجاح سريع ويسوي لك كده شوشرة إعلامية، بعدين يبدأ ينظر عليك يقول لك 1 2 3 هذه هي خطوات الوصول للنتيجة، على الأساس إن إحنا متفقين إيش هي النتيجة وإيش تعريف النجاح اللي نبغى نوصل له. في أكثر من تعريف، في أكثر من طريقة، في أكثر من أسلوب. أي وقت يجي أحد ينظر عليك ويبدأ يقول لك هذه هي خطوات النجاح، كله أسمع. إيلون، جيف، وريتشارد، واحد مهندس، واحد درس إدارة، واحد ما درس على الإطلاق، كلهم وصلوا الفضاء في نفس الوقت، لأن الحياة ماراثون مو سباق. هذه 3 دقائق هذا الأسبوع، منشن شخص تبغاه يشوف هذا الفيديو أو شارك هذا الفيديو بالواتساب عشان إيش؟ يتحفز لأنه يحذف من الجام، إنه يجتهد على المدى الطويل. شكرا على المتابعة، اضغط لايك، اشترك في القناة او اضغط لايك على صفحة الفيسبوك او تابعني في انستغرام، وبرضه في سناب شات قاعد احاول اخش تيك توك بس اعطوني وقت اسخن. عندي اعتذار لوحوش الملوخية، فيديو الاسبوع اللي فات ما اديتكم بوسة، بوستين حق اسبوعين وشكرا.